أنا تبارك الله. كاين المليح ولا ما كاينش المليح؟ الله يجعل البركة. انا ما عطيتك شهرة بقيت واقف معاك. ديرك هذا عطاونا احنا ما احنا حتى حنا وخليناك بعنايتك. تبارك الله على باب شايب. الله يبارك فيك ودي سي عمر. وحنا معطلين اليوم اخو. ايوا الحمد لله كل شيء خير في خيره. هذا ما كان اخو. السلام للجميع. كاين الضبابه شويه في الطريق. كاين الضبابه. الحمد لله. ايوا هذا ما كان. افطرنا تعطلنا شويه. ايوا الله يدير الخير. اللهم امين. انا السوق كيدير اليوم. كاين هذيك الجدوعة براقة ملاح. ولي غنشوفو. كاين هاد العاود توا نشوفو ان شاء الله. مرحبا يا خاوير. سخاوير. شحال تبتي هنا اخويا؟ 160. الله يسهل وجبتي سيرة. طم 160,000. شحال قلتي اليوم اخويا؟ 1.5 مليون. الله يسهل عليك اخويا. الملك ديالو منين؟ بن حمد. الله يسهل اخويا. اللهم يسهل. ما عندوش الوريقات ياك؟ هو الله يسهل عليك اخويا. اللهم يسهل. بارك الله. هادشي ما كاينش الوراق ياك المرضي. السلام عليكم بعد. السلام. اش دير في السن اخويا؟ اش دير في السن؟ جموع صغير. جموع صغير. المرقد في قيبن صالح ياك؟ اولاد عبد الله. شحال تبتي يا المرضي؟ 10,000 درهم. الله يسهل عليك اخويا. انت شحال قلتي لهم المرضي؟ ما صوب. مازال ما قطعت يا المرضي. صافي الله يربحك. شحال؟ وبيع البسطه وبيع البسطه. انا خدام هذا النايم. اش ثلاثة اش تسطيت وعاود قلت لك هذا واش تواهي؟ ما عندكمش الري زوال. بسطه. اش داير معاك؟ راه جامع كون اربعاء بعدا ولا تنيران مزيان راه جمع. جمع وطوى. ايوا هذا الشيء اللي عطى الله السوق هو هذا. وهذا اش دير في السن اخويا؟ رباعي. الله يسهل اخويا. شحال زكيتي في هذا المرضي؟ عطينا اول عطيه ما جبناش عطينا 100,000. هو راه السوق هو هذا يعطيك اللي بغيتي وتقنعتي غتبيع ما قنعتيش. نعم. حتى تقول اللي بغيتي ولا بغيتي تبيع الله يسخر ما بغيتيش الله يسهل. وطلبوا من الله يسهل عليك اخو. انت شحال قلتي اليوم في البرقي؟ قطعتي ولا مازال؟ ابو محمود الله يسهل عليك اخو. عطاوه مليون كيطلب هو ثلاثه. شي بان العود مزيان ها هو العود. والبرقي محروق شحال قلتي لهم البيع ديالو؟ 180. والله يسهل المرضي. اللهم يسهل. الله يسخر. 5 ربع. الله يجعل البركه. انا ما عطيتك شهره بقيت واقف معاك. ديرك هذا عطاونا احنا ما احنا حتى حنا وخليناك بعنايتك. الله يربح. الله يا عمر. هو عاود من 1.5 مليون. اش داير هو بعدا في السن؟ قال ما في الريسم. صافي الشكر. ودير مع الله ابو ادريس. صافي اسيدي غنديرو مع هاد الوجه. صافي نضربهم. ايوا خليني اخويا مصينا واحد الدريويش على شي عود غنديولي هذا ديالك. وتحيه لابو ادريس. وتحيه للجمهور ديالنا العزاز الحباب الخوت اللي كيحبونا ويسالوا عليه. وتحيه للناس خريبقة. ناس قيبن صالح ولاد ابراهيم. قيبن صالح وخريبقة وتحية اللي خارج الوطن تا هما اللي جالية الجالية 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 كاملة. ايوا الله يسهل على الجميع. امين اسيدي عمر. تاني قل مع ابو ادريس الشريف ديالك. تاني قل معايا هو. عطينا 100,000 الله يربح بركة عليا. تلاقى مع شي دريم.
ورخة تا هو راه غادي ماشي دريويش هذا هذا أبو دريس الله يسهل وجبتي سير أمين الخوت تبارك الله على با خالد الله يرحم الوالدين والله يسهل وجبتي سير أخويا أمين الله يجمعنا في ساعة الخير أمين أخويا الله يدخل عليكم هذا مبروك بالصحة والسلامة يديك الشدعة إن شاء الله مرحبا بك مرحبا صافي صورتي الله يعطيك الصحة لا درتي معنا شي تمام مرحبا منين بلاصة أنت سي خالد من مريرت من واحد ديالاش اطلع اقليم خنيفره مشرفين السي خالد الله يحفظك ليه يا الزرق غيمشي لخنيفره ان شاء الله الرحمن الرحيم واخويا طريق السلام مرحبا بك مريرت والله يحفظك ليه الله يبارك مرحبا مرحبا وكي جاتكم السلعه ديال بودريس الله يعمرها سلعه وسيدي بصحه وسلامه الله يوصلكم على خير وبخير وتحياتي خويا خالد وتحيه سي هشام تحيه من هنا واحد تحياتي الله يسهل وجبتي سير اعطيها قول فيها خير اقول فيها خير تبارك الله على خويا نبيل الله يحفظك ليا السي عمر تحياتي خويا تحياتي يا خويا لابس جلابيه البيضاء اليوم عييت ما نقلب كندوز من حداك ما عرفتكش كي داير اخويا نبيل اهلا خويا كي داير السوق اليوم السوق خاوي اخويا السوق اخويا شويه بارد الناس كانت خايفه من الشتا وما تسوقوش الناس ها كانوا خايفين من الشتا وحتى المواسم حتى المواسم راه حكا كاين على الموسم ديال بوحسوس كاين الموسم تاع حدا انا عامر موسم ان شاء الله كاين خاصك تجي عندنا نمشيو هذا ديال الشلوع ديال نمشيو نمشيو الا جي بغا تجي غدا للبجاد ونطلعوا لا غدا ان شاء الله غادي نقضي واحد غرض ولا السبت ولا الحد ان شاء الله تشرب عندنا في هذا المغير زوين تحياتي خويا الله يسهل عليك اللهم يسر اخويا نمشيو اليوم بارك لي يلا اليوم جامد 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 قانع عليك قانع عليك لاني هذا واخا ما نبيعوش بعد ديال الله كاين المولد السلام عليكم ما عندكش مشكل ما عندكش مشكل والله ما عندكش مشكل والله ما شفت مع عندك واحد انا ها راه اللي دير معاه دير معاه الله يسخر قال لك مع عندك على النص قلنا له الله يسخر قول يا سيدي الله يسخر يلا سير عطاوني 28 غنحيدك حتى 200 درهم شد 24 شد شدك والله ما بغيت نبيعو لك الدراري 22 جالسين مع المعطي راه يلا ولا زوين شوفوا يمكن يدير بحال الكويس ها ها وين بحال الكويس ماشي توقف معايا تبيع انا خويتم خويتم التخربيق خويتم خويتم ما تنديرش دابا التخربيق انا الشيء ديك المره جا الشعمالي عاطيني قلت لك هاك جرب ها تنوري راه خويا ولا خوك هاك سير جرب ما تبقاش عاود في الهضره اه بنابي قطع لي هذا ب 24 هذا دابا راه جموع ما غنصور معك فيه والو هذا راه جامع بوني هذا بوني بوني وسير الله يهنيك اخويا تبارك الله بس او تنديرو كويس اتاي راه باغي كنقضي واحد الغرض ضروري السهاله راه كاينه السهاله راه كاينه السهاله ها هو واش راه عندك شي مع المرضي دي هذا شوف كاينه هاي سير تهلا بالله كرم الله لا بشادي كرم الله سيري وها معاوري الثمن فهمتي بيسر او بدريس الجمهور ديالنا العزيز الحباب اللي كيسالوا علينا وساعتكم سعيده وكيف السوق خاوي ابو ادريس اليوم؟ السوق خاوي اخو الجو معمر ياك ابو ادريس اه وكاينين الاحصائيات ديال دار السلام دابا الناس اللي كيجيو السوق السواقه كيسحبوا الشتا صابه في السوق ايوا آه يسحبوا الشتا غادا تصب واللي عاد شي دابا الوقت راه غادا تقلب هي دابا اللي عاد شي عاود زينه والله ما يخرجوا ياك ابو ادريس ايوا هذا هو المشكل ودابا اللي ما دارش عود في هذاك الوقت ما بقاش غيدير دازوا الخيل فابورا عمر هما والعودات قسما بالله خصوصا العودات واي لي والخيل والله العظيم ملي كيقول لك الراجل عاطيني 140 عاود قد الرمو ضروري ضروري با حسن تملينا الفلوس ويجيبها ما كاينش المزاح والله العظيم والله يرحم الناس بيع وشري الاصيل الله يرحمهم كاملين الله يرحمهم راه هذاك مول العوده تبغى شاديه غادي والعوده يا رب ادري سير غنخليوك سير الله المستعان